طب لو احنا اتكلمنا ان شخص مثلا، لو انا هقول يعني مثال، هندي مثال، شخص ما بيقدرش ان هو يتعرض للشمس، وفي نفس الوقت اللايف ستايل بتاعه مش قد كده ان هو قادر ياكل ويتغذى تغذية سليمة، لان احنا لازم نكلم كل واحد بظروفه يا دكتور دينا، يعني مش طبعا. الناس كلها ظروفها طبعا. فعلا متاحة طبعا. ان هي طبعا. تاخد بالها اصلا من صحتها، صح. فاحنا بنحاول نوصل لابعد الحدود، اللي هو الناس اللي ما عندهاش لا وقت ومهملة وحتى امكانياتها لا تسمح، الكلام ده كله ان انا اوصل لهم في الاول وفي الاخر نصيحة، ونصيحة كمان توصل في الآخر إن هو تفيده. فأنا الناس دي لما أجي أتكلم معاها أقول لها إيه؟ يعني أجي هنا أقول ألب مالتي فيت ممكن يكون كافي إن هو يعزز العظام عند الأشخاص دي، وبالذات لو هتكلم عن الشباب، ولا الوضع مش كافي؟ ألب مالتي فيت كافي إنه يعزز العظام مع فيتامين د من الشمس، مهم فيتامين د. ويعني اللي ما عندوش قدرة مثلا لأي سبب بياخد انه يتعرض سبلمنت للشمس فيه فيتامين د لغاية ما بيوصل لغاية ما بيوصل للليفل المظبوط، عشان ده لازم. مع ده ألب مالتي فيت فيه داعم للعظام لأنه بيحتوي على الكالسيوم وبيحتوي على فيتامين سي، فيتامين سي بيعزز لي بروتين الكولاجين، الكولاجين مهم لعظمنا جدا جدا جدا، مهم لغضاريفنا كلنا، فكمان كالسيوم مع كولاجين وأتعرض للشمس زي ما أنا قلت عشان الجسم ينتج فيتامين د، لو لقيت عندي ناقص باخد سبلمنت فيه فيتامين د لغايه ما يوصل بس للحد المطلوب وخلاص ما بكملش فيه. عشان برضو الناس تبقى فاهمه فكره هنا اتعرض للشمس ان انت مش لازم تقعد تاخد تان، يعني مش ده المقصود خالص، يعني الناس تقول لك وانا عندي وقت، مش قصه اقعد اخد تان، لا القصه ان انت تتعرض حتى لو هتقف في الشارع شويه، في الشمس شويه، في البلكونه اقصد يعني، فكل دي ومش لازم تبقى مثلا، يعني هل لازم يبقى الشخص لابس نص كم، ولا القصه ملهاش علاقه برضو بالملابس؟ دي نقطه احب اعرفها منك. بيبقى لابس عادي النص كم عادي جدا، وعلى فكره موضوع البلكونه ده مهم جدا، لان انا مره لقيت اختي كل يوم تصحى الصبح، فعلا والله العظيم فكرتيها عشان كده بضحك، انت كل يوم الصبح بتصحي تقعد في البلكونه وقالت لي فيتامين د عندي ناقص، فكانت على طول بتبقى لابسه التيشيرت بتاعتها وقاعده. وهي اختك دكتوره برضو ولا؟ اختي اعلاميه. اعلاميه أيوة. اوكي بس معلوماتها ايوه، لا هي مثقفه جدا جدا، يعني بتفهم في كل حاجه الحقيقه اختي يعني، فلقيتها بتقولي انا عندي نقص في فيتامين د، مهم ان انا اعمل تشيك اب دوري. دي نقطة فعلا ده مهم، ان بتغيب أنا عن ثقافتنا شوية جدا. خلينا نبقى صراحة جدا، يعني ما بحبش اطلع اتكلم دايما بفكرة هنا ان احنا نجمل، احنا عندنا ثقافة وعندنا مشكلة ان احنا فعلا مش بنهتم بالنقطة دي، احنا بنهتم بيها بعد لما بندرك ان احنا عندنا مرض. أيوة. يعني بالعكس، احنا لو عملنا تشيك اب وقدرنا ان احنا نكتشف بدري ممكن يساعد جدا في فكرة الشفاء. كلامك صح، انا هوند 100% على طول، بقول الوقاية خير من العلاج، انا بعمل تشيك اب مش لازم ادخل في المطب وابتدي اعالج. أيوة. انا بعمل تشيك اب دوري، التشيك اب اللي محتاجينه ممكن سوره الدم مره كل 6 شهور، انزيمات كبد وكلى مره كل سنه عشان اطمن ان الاعضاء بتاعتي سليمه، والتشيك اب الدوري للسيدات اللي فوق ال40 عشان الكشف المبكر اكيد حياه، انقاذ لحياه يعني. طبعا ألب مالتي فيت داعم جدا للعظم، ومش بس العظم، يعني هوند يعني انا عندي حاجات كتيره جدا ألب مالتي فيت بيشتغل عليها، المناعه، النشاط اللي احنا محتاجينها كلنا في الفترة الكارثية دي تحديدا، النشاط اللي احنا على طول مكسلين، لا المفروض ان يبقى طول الوقت عندنا الباور عشان نعرف نحقق اهدافنا. والحلو فيه يعني احنا مثلا كستات بنشتغل، لما بنيجي بنروح بنقعد نفكر احنا عملنا ايه في اليوم، انجزنا، بنام مرتاحة. لو انا عديت اليوم قاعدة في البيت ما بعملش حاجة، فعلا انا ما عملتش حاجة في اليوم ده ليه؟ واللي بيروح ما بيرجعش، فلازم اعرف ادير طاقتي. ألب مالتي فيت داعم جدا للتمثيل الغذائي، وبالتالي داعم جدا للنشاط. ألب مالتي فيت بيقوي كضد الاكسده، زي ما قلت لك ان الاكسده بتحصل من حاجات كتير، الاكل مش صحي، الدهون الغير صحيه، التدخين، بالظبط اللايف ستايل، كل الحاجات دي بتعمل على الاكسده. فانا لازم ادعم بمضاد اكسده، وده بيتحقق بألب مالتي فيت لاحتواء على فيتامين اي واحتواء على فيتامين سي المضادين للاكسده. كويس جدا. والنقطه تاني اللي الدكتور دينا اتكلمت فيها، فكره هنا الكسل او هذا الملف ده
بجد مش حاجه عاديه، لان على فكره قلتي حاجه مهمه قوي، اللي بيروح ما بيرجعش تاني. لما انت تبقى بتعاني من الكسل والخمول وبايام وعلى فترات مستمره، تيجي بعد كده تقول مش مهمه هي راحه، لا هي القصه مش كده، القصه مش راحه، القصه ان انت الكسل اللي عندك ده مش بعد كده بيفيد جسمك، هو كسل بيجيب كسل، خمول بيجيب خمول، بيضيع على حياتك فرص كتيره طبعا. جدا في الحياه. فعالج نفسك زي ما بتقال كده، انت بتزرع من البدايه خالص، من وقت ما بتحط السيد في التربه، فكره اهتمامك بنفسك، يعني التحاليل اللي بتعملها توصل للمكمل الغذائي اللي بيديك بقى الصوره الحلوه في الاخر اللي صح. احنا كلنا محتاجينها ولا غنى عنها في الاول صح. في الاخر صح. يعني